معلومة عن أشجع حيوان في العالم. اسمع يا عبد الله، عن مخلوق جبار بدرع منيع. تتوقع طائر السمامة هذه ايش كثر يطير في السماء بلا توقف؟ عشان يوم فوق. كلمني بالاسابيع، ايش فيك ياهل؟ فوق كل شيء ممكن تتخيله ياكله. اوف، بلوع رسميا. ايش تبي تطلعني؟ ايش تبي؟ بس هي حركة درخية احنا نشوفها. ايش تطالع؟ كم مرة قلت لك يا عبد الله؟ بعد المعلومات أخيرا وحشنا. اسمع، كم مرة قلت لك إن رأسك طاعون يا عبد الله؟ رأسك طاعون. أنت أطعن. محمد، ما نبي مقدمات، بلش على طول على طول على طول. عطني سلامك الناري بسرعة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في الموسم الرابع من برنامج تحدي المعلومات. أقوى برنامج معلومات في العالم. هذا هو أقوى توقف حصل في تاريخ برنامج تحدي المعلومات. تقريبا 10 شهور وقفنا. أنتوا الآن بتشوفونا مع انطلاق الشهر الفضيل رمضان. نحب نقول لكم كل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر، وأوعدكم وعد أن البرنامج دي راح يكون أمتع برنامج في رمضان ويكون أقوى من كل المسلسلات اللي راح تشوفونها. هذا مما لا شك فيه ولا أقبل فيه المساومة. صح أنها 4 حلقات بس بتكون في الشهر، بس من متعة الحلقات راح تتم تكررها كل اسبوع. يا جماعه انتم كمتابعين تتواصلوا معنا بتحكوا انكم ختمتوا الحلقات وحضرتوها مره وثنتين وثلاث مرات. حفظوا الحلقات والله حفظوها. هل هذه الدرجه تحبوا برنامج تحدي المعلومات؟ ولله الحمد، البرنامج يقدم كل فائده وكل متعه وكل ضحكه، وهذا بيحملنا مسؤوليه كبيره ان نستمر في البرنامج طالما انتم راغبين فيه وبتحبوه. عبد الله، هل يمكن ان اقول كلمه وانا مسؤول عنها؟ تفضل. هذا هو اكثر مواسم برنامج تحدي المعلومات جرعه تطبيق المواضيع. يعني حلقة الجرائم راح تنزل؟ حلقة الجرائم راح تنزل، أكيد مش اللي صورناها سابقا، ولكن سنتناول موضوع جريئة تطرح لأول مرة، وأكيد سنقدمها بما فيه فائدة ونظرة مختلفة عن أي شيء ممكن تتوقعوه. شنو قلت موضوع جريئة؟ افتتاحية الموسم الرابع كعنوان حلقة راح يرجعنا للموسم الأول، الحلقة الأولى اللي كانت بايلوت. كانت بايلوت، كانت حلقة تجريبية، ما كانت النية نعرضها، ولكن لجمالها وكمية المتعة والضحك اللي صار فيها نزلت وكسرت الدنيا. ومثل ما المتابعين القدام يعرفون، البرنامج كان للإنستغرام ولكن انطلق لليوتيوب وكسح اليوتيوب. ولذلك نقدم لكم اليوم حلقة بعنوان عالم الحيوان 2. أنا عارف إن أول شيء ممكن يجي في بالكم، خلصت المواضيع رجعتوا تحطون نفس المواضيع جزء ثاني. لا والله عطوا هذه، لا والله ما، لا والله مواضيع لا تنضب ولا تنتهي، ولكن مطالبكم نقف عندها احتراما وإجلالا وتكريما. في ناس وايد طلبوا عالم الحيوان. ها، على عالم الحيوان الكبير الجبار، ممكن في المواسم القادمة تشوفوا عالم الحيوان 3 و4. صح والله صح، ومن أمتع المواضيع بصراحة. يعني إلى الآن في ناس تتذكر الموسم الأول الحلقة الأولى، لأنه من أكثر الأشياء التي تظهر عظمة الله عز وجل في خلقه. سبحان الله. ومع انطلاقة الموسم الرابع نتمنى اللايك، السبسكرايب، تكفى اشترك لأن القناة تستاهل، ولا تنسى الشير. الشير أرجع وأقول لك يا محمد وأقول للمتابعين، أهم شيء عندي الشير والله العظيم، لأن إذا سويت شير وأي حد ما شاف تحدي المعلومات من قبل وشافه، صدقني والله العظيم إنه راح يحبك وراح يشكرك وبيعطيك بوسة على الرأس، لأنك دليته على محتوى جميل جدا للأطفال وللكبار. طبعًا يا إخوان، لا تنسى انك لما تعمل سبسكرايب تفعل جرس التنبيهات على كل اشعارات. ليش؟ لانه برنامجنا مواسم، ما بتعمل تنعود من جديد فجأة. ايش نزل برنامج عند واحد جديد؟ تدري نسوي لك جرس؟ مسوي لي جرس والله العظيم. يعني في كاس العالم كل يوم كل حلقات كانت. عبد الله، عندي فكره جباره. احنا الغينا الكذبه في الموسم الثالث، صح؟ صحيح. تعال نلغي الجائزه بالمره، روعه، خلاص فلسنا. تبي توفر؟ خلينا نخليها 5000 دولار وانت اللي تدفعها. الى الان الجائزه موجوده 1000 دولار، وكل اللي عليك تسويه مش تكتشف الكذبه. اللي ما شافوا الحلقه الاخيره من الموسم اللي فات ما يعرف طبعا ان الكذبه راحت. الكذبه راحت. كل اللي عليك تسويه بوست الانستغرام الخاص بالحلقه التريلر، اضف معلومه جميله لم تذكر في الحلقه بس عند عبد الله، واعملوا له فولو يستاهل على الكيو كيو 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 كيو. وشيء حلو طبعا في الكومنتات، بعدين انتم ادخلوا عليها واستمتعوا. هي عبارة كده عن حلقة مقروءة. بالضبط، هي عبارة عن معلومات ممكن احنا نبوق منها اصلا ونحط المواسم الجاية. نبوق اي نسرق. ولا تنسى انك بتحط 500 دولار منها. طبعا يا عبد الله، كل شيء منصف بيني وبينك في هذا البرنامج. عبد الله بس لحظة، التقييمات ما زالت مستمرة. طبعا انه نقيم كل معلومة من 10. طبعا، ويا ريت انه نقيم بكل ضمير. عبد الله، انت الناس تكرهك يا عبد الله، كنت ظالم في التقييمات. محمد حرام عليك، لا تظلمني والله العظيم، اني عوق جمهورك يهجم علي والله العظيم. ليه؟ عبد الله انت ظالم، محمد عدنان بيقول انك كذاب. تخيل في المول قاعد تتمشى رايح السينما مثلا، والله العظيم يهجم علي واحد. عبد الله ممكن صوره اخذ معه صوره الحين بعد ما يصوره، خذ الصوره، خذ اللي يبيه. محمد بيحكي عنك كذاب، انت بتظلمه في التقييم. سؤال، محمد والله ما اظلم، والله ما اظلم. طب اسالك سؤال، هو جمهوري فلسطيني بيتكلم، كل فلسطيني بيتكلم بهذه الطريقه بس؟ لا، بس الفلسطيني هو اللي يحبك اكثر فيهجم عليه لما انت تقول اني انا اظلمك في التقييم. روعه، الجمهور الفلسطيني يعشق جلدي والله. بس عبد الله، لا مش صحيح كلامك، اغلب جمهوري سعودي على فكره. جمهور السعودي والعراقي والمغربي والجزائري والمصري، يا الله كلهم يحبوني. ليش كذي بيحبوني؟ لا يتابعونك، في فرق بين يتابعونك وبين يحبونك. بيحبوني. ما عندك هيترز؟ هيترز قليلين بس. ايش هيترز؟
طبعا كالعادة أنا مجهز لمحمد خمس معلومات والله العظيم إنه ما يعرف عنها أي شيء، وأنا جايب له خمس ما أنزل الله بها من سلطان. محمد ما أنزل الله بها من سلطان غير صحيح، ما يصير تستخدمها الحين والله. بعرف يصير خذ مبالغة، ما يصير، هاي معناها إنها كذب، إن المعلومات كذب، إنها كذب وافتراء ومش حقيقية 100%، ولكنها حقيقية والله، ولكني أعشق صيغة المبالغة هذه، بحب أستخدمها يا أخوي، خلاص حتى جمهوري بحبها. يعني مثل لما تستخدم أنا كلب. آه معلومتك كلب يا عبد الله، ما تصار الكلب مدح عندي، مدح في قاموسي شخصي مدح. وكالعادة البداية عند اللعبة الشعبية التي أفوز فيها دائما على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. حجر ورقم قصر. اللي بيفوز راح يبدأ بالمعلومة الأولى وهو الأمتع. نعم الأمتع. أنا بحب أبدأ لأن أنا الأمتع في السرد، أنا أمتع من عبد الله كثير في السرد يا إخوان. حجر ورقم قصر، تعال بصبعي المكسور. محمد. ها. أول معلومة في الموسم الرابع. نعم. حاط في بالك انها راح تكون معلومة عادية؟ اكيد عن الحيوانات يعني ممتعة. شيء قوي. بدي اضحك المهم. جايبك معلومة عن اشجع حيوان في العالم. اشجع. لا لحظة شوي. على بالك لقب. مثلاً. لقب يعني نعم. مثل الاسد كذي ملك الغابة. الاسد ما دخل كتاب جينيس كملك للغابة، صح ولا لا؟ آه. لكن الحيوان هذا دخل كتاب جينيس. اوف. كأشجع حيوان في العالم. شو يعني بيواجه مثلا 10؟ ورب الكعبة انه ما يفتكر في حد. روعة. عدواني. عشقت شخصيته. يضرب كل شيء. روعه. يتهاوش مع الكل لانه حيوان عادي. ياكل كل شيء. لو انسان حكره بس لانه حيوان حبيته. على هالمعلومات القويه وانه ياكل كل شيء ويضرب كل شيء، شو تخيل شكله؟ ضخم عملاق جثه هائل. غير صحيح. هذا حجمه تقريبا، حجم كلب صغير. هذا حجمه قد البطيخه تقريبا. ما سالتني عن اسمه. شو اسمه؟ مثل حجمه. حلو. ايش؟ غرير العسل. شو الاسم هذا؟ تخيل غرير العسل. ايه. يا من اسمه. آه. ياكل عسل مخروفة. وكل شيء ثاني غير العسل في الحياه. بياكل كل شيء. محمد. خضروات بياكل. ياكل فواكه بياكل. دجاج بياكل. بيض. هو بياكل. انا ما باكل والله. انا ما باكل والله. زواحف بياكل. حشرات بياكل. برمائيات. يا عفو الله. ثدييات. اغنام. ما بيقدر، هو ما اكبر منه والله. كل شيء ممكن تتخيله ياكله. اوف بلوعه رسميا. عبالك خلصت؟ ها. عقارب بتسمن بغزوه. وثعابين بعد. بقرصوه ما تعثر فيه ولا بيتسمم ابدا. جبار نفسي امسكه. محمد مو بس ياكل كل شيء. اه. يسرق حيوانات. يسرق حيوانات. سيء سيء يعني. يسرق صغار الفهود. اوف. والنمور. ويسرق اكل الاسد الجائع. ملك الغابة. ويتهاوش على قولتك ويتطاوش مع الاسد. دخل راس براس مع ملك الغابة. محمد كتاب جينيس والله العظيم اشجع حيوان في العالم. روعة. اللقب قوي والله. اللقب روعة. شخصيته روعة. شخصيته روعة كحيوان. برجع بقول لك حيوان. هو بعد لريحة نتنة جدا كمان. اي وتزعج اللي يهجمون عليه. تدري ايش يصير في النحل اذا قربوا منه من ريحته؟ يشلون. آه. يسرق اوكار الحيوانات. اوكار الحيوانات قاعدين في بيوتها يدخل عليها بوف. يسرق حيوانات صغيرة. ياكل كل شيء حوله. مزعج جدا شخصيته. على فكرة حجمه صغير. آه. بس سماكة جلده جبار. روعة قوي. مستحيل انك تخترقها. صعب صعب جدا. الحيوانات ما تقدر عليه. المخالب ما تيبه ما تقدر عليه. امسكه عشان نفسي المسه. انا نفسي المسه اكتشف بنفسي والله. قرب يدك عليه. تدري ايش يقدر يسوي في السلحفاه؟ القوقعه مالت السلحفاه. لا لا مستحيل. عليه فك واسنان. مستحيل. يكسر القوقعه مالت السلحفاه. شو هذا؟ طب هو ليش نادر؟ ما ليش سمعت عنه؟ ليش نادر؟ لا مو بنادر. ايش دخل نادر؟ موجود. ما سمعت عنه. الحمد لله ما عندنا هنا. انت تطلع برا تلقى ثعبان في قطر يعني. ما مو بشرط بس عايش هناك جوا صوب افريقيا وكذي. خله انت واو. انت مستغرب انك كسر قوقعة السلحفاة؟ طبعا مستغرب. يكسر القفل. قفل الباب. اللوك يكسر. اخ بعد نفسك تمسكه وخلاص. نفسي اشوفه. اه حن نفسك تشوفه بس. محمد عليه مخالب. هطول. اوف. هطول اوف. شو يسوي؟ مقوس يا جبارة. شو يسوي؟ اه يحفر تحت الارض 3 أمتار في 10 دقائق. لا لحظة انت على بالك رمل. لا على بالك رمل. بحفر قبر يعني. بحفر قبر عشان ده نجيبه. عليك نور. بحفر قبر. نجيب مهمور يعني خلاص. سبي تبي توفر عندنا؟ خلنا نكمل معلومتي. روعة. كل اللي بقوله محمد إنه فعلًا هو أشجع وأفسد حيوان في العالم. ورب الكعبة باقي يشرب ويلعب قمار. فعلًا إنه حيوان. اسم على مسمى حيوان. أنت حق الطالب قل أنت حيوان. شوف يا عبد الله قبل ما أقيم معلومتك بصراحة عندي تعجب من الموضوع. كل هالصفات السيئة فيه. في النهاية يسموه اسم لطيف كيوت غرير العسل. محمد هو أنسب اسم غرير العسل يعني غرير اللحوم غرير الدم غرير السرقة. لا خلاص غرير العسل. غرير العسل تمويها تروح أهلين غرير خرش رايح فيها. على كل قيم معلومتك. تقييمي يا عبدالله معلومة غرير العسل 9.1. صح معي أنت والمتابعين. جايبين لك حيوان كلنا بنعرفه
طائر جميل. كيف يا عبد الله الطائر اللي على ساعات الحائط بيفتح على راس كل ساعة بيفتح وبيعطيك بس زمر؟ لا لحظة هاي شو هذا يا عزيزي؟ هذا نهيق عن جد. اي والله شو هذا؟ شو الطائر الخايس؟ شو الطائر؟ طائر الوقواق نتفق. شو اسمه؟ طائر الوقواق. طائر الوقواق يا عبد الله هذا حيوان يكره مسؤوليات الأبوة والأمومة. ايش؟ كسول على الاخر. حلو حلو بدك تخيل يجيب عياله ويصابهم. أيوة أيوة خليك أيوة. شو مسوي خليك شو مسوي عبد الله هذا الطائر محتال وربي كان محتال. اسمع شو بيعمل. اسمع حركة خبيثة أخبث حيوان كنت لقيت في الدنيا. بتعرف شو بيعمل إيه؟ أنثى طائر الوقواق إيه؟ لما تكون بدها تضع بيضها بتعرف شو بتعمل؟ بتروح تدور على أعشاش طائر أصغر منها حجما. أوكي. طائر آخر نوع آخر. أوكي. بتدخل على العش عش لطائر آخر. أوكي. بس الأم والأب مش موجودين بس في بيض موجود. بتشيل واحدة من البيضات بتحط بيضتها مع البيضتها ذكية وخبيثة لدرجة خبيثة انها تشبه عشان اذا جاوا ما يحسبون. سلم علي عنيف. وبيرجع الام والاب مساكين لهذا العش وتكون البيضة معينها اكبر شوي حجما بس قاعدة بينهم قاعدة بينهم وفجأة بتفقس هذه البيضة. طبعا ليش بيعملوا هذا؟ تهرب من مسؤولية الابوة. خلاص بترمي البيضة وراها قط البيضة. خلاص ترى محمد في بشر كذي يسوون. لا والله تطلع عيال عند الخدامة ويسافر عسى بشر يعني. الحين قلبنا على الحيوانات حيوان خبيث جدا. لا في بشر خبيثين جدا عيال. توست خطير في الحلقة. انت انا رحت توست خطير في الحلقة. لا نفتح حلقة الانسان مرة ثانية. ما عندي مشكلة. ليش الاسقاط هذا؟ حلقة البشر. ليش هذا اسقاط؟ والظلم والطغيان. ليش هذا اسقاط؟ ليش هذا اسقاط؟ لا واقع. قصدك انه اكثر الناس البشر السيئين يخرج من بيوت مهملة المسؤوليات متركين عند الخدم. الأطفال عند الخدم. مش بس من نفس الشيء. عبد الله ليس فقط الخدم. كذلك هناك من يرمي أولاده في الشارع وهي شارع ربي. افتح حلقة اجتماعية. بس تعال حلقة اجتماعية. ليش الطلاق زاد هالأيام؟ ليش؟ شو اللي صاير في الدنيا بعرف؟ ليش؟ حرام والله. الأعداد قامت في تزايد. نعم. السنة هذه فوق 50% طلاق. وانا شايف ليه من ورا التيك توك تدخل تشوف عليه تطلق مرتك على طول؟ ليش؟ حرام عليك. بالعكس سلك تيك توك هي بس بدون سوشيال ميديا. ليش افضل الكلام موجه له ولا لمين؟ لا بالعكس لا طلع هناك وانت بتتكلم. لا بالعكس. بعدين افضل هل ترى ان في هذا الزمن صار الزواج صعب بصراحه؟ طبعا طبعا يعني المصاريف يا محمد المصاريف والمسؤوليات والمطالبات صارت عاليه جدا. اسوء من الطير اللي تقول عنه الطير يشيل بيضه يحط بيضه هني. لا تقطع عيالها وتطلب فلوس. طائر الوقواق حلق كمل الامر. راجع لكم في خط التعليقات نكمل مبدأ حلقة اجتماعية ولا لا؟ حلقة اجتماعية نطرح فيها المواضيع المهمة. أبضحك. إذن الأم والأب النصابين المحتلين عملوا عملتهم السودة صح؟ وقطوا ولدهم وراحوا فقصت البيضة وطلع لنا طائر صغير فرخ صغير عنيف حجمه شوي أكبر من إخوته. شو بيعمل؟ بيكمل هذا فرخ صغير عنيف مو براكو بس أوكي زين. بده يكمل هو النصب أيضا هو الآخر إيه؟ في الجينات في الدم نصب في الدم ورا بيكتب شو بيعمل وهو مغمض لسه صغير لسه عنه مغمض صغير صغير ومغمض والشايب لسه عينه مسكر لسه تعرف شو بيسوي عبد الله؟ بصير يضرب برجليه ويطيرهم من نذل بصير يضرب برجليه ويطير إخوته ورا بيكعب يطيرهم أي إخوة اللي هم مش إخوته بالتبني بصير يطردهم بالغصب مش بالتبني يطردهم هيك ليش عم تسوي هيك؟ ليش عم تسوي هيك؟ ليش عم تسوي هيك؟ زين بطردهم عشان يضلوا لحاله قاعد بيرجعوا الأم والأب الآن على العش اوكي بتطلع بلاقي اولادهم كلهم راحوا ما في حد وين راح اولاد؟ بس في واحد مسكين خرافي ترك النسر مفكرين النسر؟ النسر اخذ اولادهم شال اولادهم ما بيعرفوش انه هذا هذا المغمض هذا الحقير هذا الكلب الحقير النذل بالفطره هو اللي طرد الاولاد وقتلهم ورماهم من العش وقاعد بيستنى اكله وبعدين شو يسوون فيه؟ تخيل بقى له صغير بس لاعب ما في جبار زيه وزيك الام والاب عمالقه قديمين في الحياه وربي كعب لاعبين ما ضعاف وربي كعب شو بصير يسووا؟ بصير يعطوه الاكل يعطوه لانه جسمه كبير ويحتاج والصعقه وين؟ انه هو خلاص الوحيد اللي تم عنه وبنربيه وبنسميه هو ابو ولدهم وربي كعب مش ولدهم هو مصدق ويصيب وين؟ انه بتلاقي حجمه صار اكبر من الام والاب فجاه عملاق ضخم ابننا من طعمين ابننا جبار ابننا جبار ابننا كبر كبر ابننا ربنا نقل فيهم هم بس ايش ايش شو في بابا اخترت ليش كلمه فلسطيني ما فهمت والله انا ما فهمت انا اسف والله انا جاني احساس بس انهم من فلسطين شوف عبد الله الموضوع اللي بيحزن واللي بيصعب عليك بيصعب عليك جدا انه الام والاب مصدقين انهم من صلبهم رسميا هذا ابننا كبير روعه اللي راح يحمينا بعدين بيكبر وبيتجبر بصير قادر يعتمد على نفسه بيطلع من العش بيسحب عليهم وبيروح وبيكمل حياته وبيتزوج وبيعمل نفس الشيء ولا يدري وين امه وابوه ولا اي شيء حياه اجتماعيا سيئه للغايه طبعا امه وابوه عاشوا نفس الحياه وطردوا الاطفال الصغار نفس الحياه تتكرر تماما يا نفس الخبيث مش طبيعي اقصى طائر الوقواق الخبيث قيم يا عبد الله اقيم الضحك ولا اقيم المعلومه ولا اقيم جبروت السرد وحش 9.3 ورب الكعبه تستاهل قبل معلومتي الثانيه اللي راح تكون عن طائر السمام الاسطوري تعالوا اوريكم هالمكان العجيب
واحد الدوحة، واحد من أقوى المشاريع الترفيهية والسياحية في دولة قطر. في مكان واحد التسوق والإقامة والترفيه. المشروع تم بناءه وفق أعلى المعايير التكنولوجية وفن العمارة الحديث. وخذ المعلومة الجبارة، المشروع في معظمه يعتمد على الطاقة الشمسية. مساحة واحد الدوحة مخيفة، 73 ألف متر مربع، ومكانها مدينة مشيرب. المشروع مسوين أنه يناسب كل الأعمار، الكبير والصغير، الكل مستمتع هنا. واحة الدوحة مقسمة لأربع مرافق رئيسية. دوحة كويست أكبر مدينة ألعاب داخلية مبتكرة في العالم. برينتو أضخم مجمع تسوق لأشهر الماركات العالمية. فندق بانيان تري خمس نجوم وشقق سكنية راقية. فوكس السينما الأكثر فخامة في المنطقة بأكملها. وبادل لعبتي اللي ما عمري فزت فيها، إلا على محمد عدنان طبعًا. هذه حمامة بس مو بطائر السمامة، تبي تعرف عن طائر السمامة؟ تعال تابع الحين. اوكي محمد. جيتني بطائر بجيك بطائر. ايوه. بس مو بهالنظام اللي انت قلتها. هالمعلومة يا محمد عن طائر. حلو. سرعته توصل فوق ال 100 كيلو متر في الساعة، هو من اسرع الطيور. من اسرع الطيور، مو باسرعها، هو من اسرع الطيور. خذ المعلومات الغريبة اللي فيه، والله لا تسمع اشياء ما سمعتها من قبل. ايش رايك؟ صقر شاهين ايش بالضبط؟ طائر السمامة. بعدك سؤال يا محمد. تتوقع طائر السمامة هذه ايش كثر يطير في السماء بلا توقف؟ ما بينزلش. ما ينزل. عبد الله بحسبها على عضلاته. العضلات بتتعب. دبالغ ابالغ. ايه؟ 10 ساعات فوق. مستحيل هذا الكلام. فوق 15 ساعة فوق. يوم فوق. تعرف شو يوم فوق؟ كلمني بالاسابيع. ايش فيك ياهل؟ فوق. ايش دخل اسابيع؟ فوق. اربع اسابيع شهر. فوق. شهرين. فوق. سبع شهور. فوق. مستحيل يا ناس، مستحيل. روح بدون ما ينزل. ها عبد الله بيتعب بيتعب. عطني بعد، عطني شهر عشان اقول لك فوق وانا طاير. بيتعب 10 شهور. 10 شهور بالتمام والكمال بدون ما ينزل. 10 شهور 300 يوم بالضبط. سواء طيران او يهد جناحي. روح ترى خفيف. هو خفيف. روح يهد بس الهواء. يمسك بطنه ينام. ينام هو طاير. بينام هو طاير. صار في زحمه فوق اشارات يعني. رايح هو عن جد بينام فوق. صحيح بينام مقيال. ليش مو عاش؟ ليش مو عاش؟ شوي ليش مو عاش؟ والله بشوي بس. تخيل مشكلة انه وش يقوله في بداية المعلومة. مش حلو، مش حلو فوق. كيف لا؟ وناسة وناسة. بعيد بعيد عن الضوضاء والبشر والتلوث فوق بنفسه. طب سؤالي عبد الله اخر. ليش بنزل شهرين يكمل يا اخوي؟ ليش ينزل الارض السيئة؟ والله يبي يتزوج يعني. الرجال عنده مرة وعنده عيال. لا يبي دار الحلال تحت. جاي عباله كثير. لا الا الله نفسه. ودام جبنا طاري التزاوج. نعم. خلي اكلمك عن الرومانسية شوي. روعة. يطير مع زوجته فوق، يطيرون مع بعض. حلو. موسم التزاوج ينزلون تحت في هالشهرين. روعة. موسم تزاوجهم 10 شهور يطيرون مع بعض فوق. نعم نعم. هذا كان متزوج طبعا. انت متخيل حياته كلها وشو؟ سفر فوق. يعني عكسنا احنا، عكس البشر. يبون كل يوم الزوجة عندنا كل يوم تحن على ريلها. سفرني سفرني. هذيك العكس، نزلني خلاص نزلني. ملت من السفر تبي تنزل. انت بتتكلم عن الزواج والرومانسية وانت مش مرتبط. حس نفسك ترتبط وتعيش هذه الاجواء يا عبد الله. والله انا اشوف كلمتي اللي دائما اقولها وتوهكت فيها. بتزوج بعد كاس العالم. وصلنا رمضان وما تزوجت. طيب سؤال اخر. ها كيف بياكل؟ سؤالك طبيعي جدا ومو باي اكل. يعني انت الحين تحط في بالك ممكن لانه يطير، لانه يطير فممكن يلقط له حشره كذي. تعرف لما انت تسوق تسافر طريق بر، سافرت معنا تخيل رحنا السعوديه. كم حشره هو كذي بالحظ يلقطها؟ 5000 حشره في اليوم. عيب الحظ. الرجل اكيل في السماء، في السماء اكيل. 5000 حشره. 5000 حشره من طيران. كم حشره تمر؟ 5000 حشره في اليوم ياكل. صياد جبار. ايه. طيب اكل وفهمنا. هلا انا وياك لما تعشينا احتجت الماء، قلت لك انا ما جبتش ماء. شو يشرب ماي؟ كيف بيشرب ماي طيب؟ على بالكم من المطر؟ لا طبعا. ها. ينزل على النهار وهو طاير ما يوقف. روعة. طبعا روعة روعة اللمسة حبيتها. اجين اجين روعة. اجين شغلة ثانية حلوة حلوة. روعة. محمد طريقة نوم عجيبة، عنده خاصية رهيبة لو عندنا اياها. والله العظيم راح نبدع اكثر في حياتنا. شو هي شو هي؟ يثبت نفسه على اتجاه معين، على سرعة مثبت سرعة عنده، يطفي نص الدماغ ويطير. روعة. نص نايم ونص صاحي. ها والبوصلة متجهة لمكان معين. شوف شوف شوف. اشوف اشوف. في حشرة من ال 5000 بس. صدق وانا اقرا المعلومه قعدت افكر اقول يا الله الحين شلون ينزل العش؟ زين عش ثاني. تخيل انت عندك بيت الحين وبتطير مع زوجتك. صحيح. بعد سنه تقريبا بتنزل. تقريبا بعد سنه. كيف تيجي؟ كيف تيجي؟ نفس المكان ونفس العش. اللي طال من اللي طال اللي طار منه يرجع له. فاز الطائر دي. عكس طائرك والله. والله عكس طائرك الخبيث. هذا العكس، هذا العكس. كل شيء فيه زين، كل شيء فيه زين. محاسن محاسن محاسن. والله خاطري اكله، خاطري اجرب اكله. احسه حلو. طعمه حلو والله. طعمه نفس البس بدون ضرر. ملح بس ملح بس. روعة. كل ما ثلج. طيب انا حبيته كثير صراحه. سلم علي. والله انا حبيته. 8.7. شكرا شكرا حبيبي. الله يرضى عليك. اقوى برنامج معلومات في العالم.
اهلا. اسمع مني المعلومه هذه يا محمد، والله العظيم ان طائر السمامه احلى من طائر لوسيد. انت تمام ولوسيد؟ والله الصوت عبط بزياده. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علي ان استطعتم. نحن الان في الموسم الرابع من الحلقه الاولى، والحلقه عنوانها عالم الحيوان اثنان. خلاص هاي رجع، ما رجع والله، ما رجع صوتي. ماله يا جماعه؟ لا مو زين ماله صوتي. صوتي والله شفيني كني ايليان. معلومة الجاي عن حوت العنبر. تذكر في عالم البحار لما تكلمنا عن حوت العنبر؟ حوت العنبر يا عبد الله هو من أكبر الحيوانات المسننة التي لها أسنان. أولاً شكراً لأني والله مش متثقف في هذا العود، كان يعرف إنه يطلع منه عنبر. نعم، خذ المعلومة الجبارة. أيوة، يصدر أقوى صوت بين كل الكائنات الحية. عبد الله اسأل بسرعة، كم قوة صوته؟ كم قوة صوته؟ راح أجيبك ولكنك ما راح تفهم إلا أن أضرب الأمثلة. قوة صوته يا عبد الله تتراوح بين 200 إلى 230 ديسيبل. واو. لا الواو مش الآن. إذا عرفت يا عبد الله إنه الطيارة لما تقلع، أيوة، صوت محركها فقط 140 ديسيبل. كم الفرق؟ هو 200 إلى 230. يعني تقريباً دبل صوت الطيارة. أكثر ب 100 ديسيبل من صوت الطيارة. عبد الله خذ معلومة قوية جداً. ها. هل تعلم إنه الإنسان إذا وصل إلى طبلة إذنه ما قوته 210 ديسيبل؟ شو بصير الإنسان؟ رسميا نزيف الدماغ. نزيف. كم انه وصل كم؟ اذا 210 بس الانسان دخل اذنه، فما بالك هذا مصدر. يعني هو جبنا نزيف حرفيا. طبعا اذا سمعتي عبد الله كنت جنبه وطلع صوته الجبار، راح عندك نزيف في الدماغ. تفجر دماغك، راح تفجر دماغك، راح تفجر كثير. مصيبه ذي، زين انه عاش في البحر والله. جبار، راسه عنيف جدا. صوت حوت العنبر يا عبد الله عباره عن نقرات، ولكن النقرات جبار. ايش مسوي؟ يستخدم ضخامه راسه الجبار. ايوه، ضخامه راسه عشان يطلع منه اقوى صوت على الاطلاق. وهو على فكره بيطلع اربع انواع من الاصوات المختلفه، النقرات المختلفه. يعني مثلا واحد من انواع بيطلعه اثناء الافتراس، لما يكون عم يفترس يكون مستمتع جدا، بيطلع منه اكثر من صوت عنده، وعنده اربع اصوات، اربع اصوات تقريبا، اربع انواع مختلفه. حوت العنبر كذلك يصدر صوت خاص للتواصل مع باقي الحيتان. طبعا عادي يسولف مع واحد يبعد عنه، سلم عليك. أيوة. كيلومترات والله بينهم، كيلومترات، بس يصدر صوت جبار من راسه الضخم العملاق. ما في. عبد الله حوت العنبر ممكن انه يرسم صوره ثلاثيه الابعاد داخل المحيط لما يطلق صوت. كانه ومضات زي السونار، زي السونار. أيوة زي السونار. أيوة أيوة أيوة. فبترتد من الاجسام، اي جسم بضرب فيه بيرجع، فبصير عنده صوره جباره للمحيط، كيف شكل المحيط. يا وبيروح على الفريسه، بيوصل للفريسه بتجبر. كل ما اقترب من فريسته او الشيء اللي بده اياه او وجهته او هدفه، بصير الصوت اسرع. جبار جدا، علم خرافي فقط موجود في حوت العنبر. عبد الله هذا الشيء بيخليني افكر انه سبحان الله الحيوانات وكانهم ابطال خارقين، فعلا عندهم ميزات، عندهم قوة خارقة احنا البشر ما عندنا اياها، ولكن سبحان الله الله عز وجل ميز الانسان بالعقل والذكاء. ولذلك الانسان هو سيد الكون، البشر الانسان هو سيد الكون مش الحيوان، احنا اللي نتحكم فيهم، مع انهم اقوى منا، بس بشرط ان الانسان يكون عنده مخ، عنده عقل انه يشغل هذا. ولذلك احنا جبنا لكم برنامج جبار تحدي المعلومات. قيم يا عبد الله ضخامة راسه. اسعدتني فيها والله. لا تبالغ، خلاص اوكي التقييم ما راح يتغير. ضخم. آسف. 8.6. شكرا لك. 8.6. محمد، الماي هو أساس الحياة. دخل حلقتنا، دخل على الماي عبد الله. بالضبط. على الحيوانات. بارك الله. والله صح، والله صح. لكن العلماء شنو اكتشفوا؟ ها. حيوان ما يشرب الماي أبداً. لا لا، وأعطيك الأغرب من هذه، إذا شرب ماي يموت. يموت. لا لا، أعوذ بالله، هاي عارض الآية الكريمة. هذا لغز. وجعلنا من الماء كل شيء حي. 100% صحيح. تكفى الملحدين الحين. نهدى شوي ودائما حطوا في بالكم اي شيء عارض القران اصبروا شوي وشوفوا العلماء شو اللي راح يكتشفونه بعدين بتعرفون الحقيقه. روع كلامك جدا خرافي. لكن الحين خلوا العلماء كلهم على جنب شوي، بس خليكم عبد الغافل واسمع مني. طيب شو اسمه عاد؟ فأر الكنغر. لعند داخل عبد الله. لحظه عشان بس ما تلخبط الامور عليك، انت ما تعرف شكله صح بالضبط. لحظه، اقرب وصف. فار. ذيله اطول منه. ايوه، ذيله اطول منه. لحظه شوي، هالخليج يمكن يعرفون. الجربوع. هو الجربوع. بعرفه طبعا. انا ليش اهل الخليج؟ طبعا عايش بخليج 24 سنه صار لي. يعني ما تعرف فأر الكنغر؟ قول لي الجربوع. انت لغه عربيه فصحى دائما. قول لي الجربوع. موجود الجربوع في اللغه العربيه مالك انت؟ الجربوع اي، خفت انك تقولها. عبد الله، الجربوع موجود في اللغه العربيه، بس هذا فأر الكنغر هذا اللي هو الجربوع. الا تعلم انه الجربوع اصلا بيعود لفصيله من فصيله الكناغر؟ كناغر. فهي توضيح حق اللي يعرفون الجربوع، ترى هو فصيله من فصائل الكنغر. الكنغر روى المعلومه، هذا معلومه تاخذ على تقييم عالي والله. وين يعيش؟ وين بيعيش؟ صحراء. صحراء. في الاماكن القاحله او شبه قاحله. رمل. الرمل. في رمل. صح. جربوع. نادر انك تلقى ماي. جربوع صحيح. بعد دراسه العلماء لهذا الحيوان اكتشفوا ان داخله غير الجهاز الهضمي وغير الجهاز التنفسي
في مصنع لصنع الماء. آه أيوة بيجيك الكلام الحين. إذن لا غنى عن الماء بس هو اللي بيصنع الماء. بالضبط. وجعلنا من الماء كل شيء حي. 100%. هذا الحيوان يتغذى على وشو؟ على الحبوب أو يعني بذور الأعشاب اللي موجودة في المنطقة اللي هو موجود فيها. نعم نعم نعم. وللعلم هالبذور ما فيها قطيرة ماء. أنا أدري إن إحنا المتابعين جاء في بالهم إنه أوكي شيء اللي يأكله فيه ماء، إحنا متعودين الفواكه والخضروات فيها ماء. لا لا البذور هذه ما فيها مو بقطرة قطيرة ماء ما فيها. البذرة هذه لما تدخل بطنة ويتم عصرها يطلع منها هيدروجين، غاز الهيدروجين. حلو. أيوة حبة حبة حنبيك بيك. H2O عليك نور. إذا البذرة بتطلع الهيدروجين. أوه. بتنفس أكسجين. المصنع شو يسوي؟ بيشتغل بعمل مي. روعة. نعم يا محمد هي معلومة قصيرة وسريعة لكن استمتعت جديد. فيها وشيء جديد. رفع الله بك هذه الأمة يا 8.5. حبيت. عبد الله جاي يحكي لك الآن عن حيوان خالد. هذا ليس اسم إنسان رب الكعبة. حيوان خالد. خلود عرفته كمل. لا. الحيوان شنو؟ هذا الحيوان يا عبد الله هو حيوان مائي. جسمه صغير. أيوة. شكله كالجرس الشفاف. الجرس أيوة. أيوة. ولكن لا ها لحظة ما أنا فهم غلط. هذا القنديل الخالد عسل. أيوة. إنه القنديل الخالد. الخالد يعني شنو ما يموت؟ لا يموت اسمع. أعوذ بالله. أعوذ بالله. لا قل. ارجعوا الملحدين. ما يصير لا أرجوه. راح أجوبه من الآن ورب الكعبة علمية راح أجوبه علمية. يلا بليز. هذا الحيوان يا عبد الله الذي أتي على شكل جرس شفاف. لا عقل ولا قلب له. جسمه صغير جدا يا عبد الله قلت لك كم حجمه تقريبا دول يا ربع هو دول احنا نسميه الدول اللي هو أنا أصف القنديل لا 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 احنا نسميه دول نوع اخر يا عبد الله تماما نوع من انواع الدول هذا يا عبد الله عشان حق هالقطر بس حجمه في اكبر مراحله يصل الى ظفر الخنصر يعني هالقد بس هالقد صغير جدا أنا صغير أنا كنسل نعم لا 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 أوكي مش القنديل في بالك مش القنديل مش هذا قنديل خاص صغير اسمه القنديل أكبر خالد. أكبر حجم هذا في أكبر حجم إله يعني في مرحلة من المراحل يكاد لا يرى أنا مستمتع كمل حلو خطير ولا لا ما يبين لا يرى يا عبد الله لا يرى هذا القنديل يا عبد الله عنده قدرة غريبة وعجيبة على مقاومة الشيخوخة عبر عكس دورة حياته أنا هلا بفهم الحين شلون هو ما يموت عكس كمل دورة حياته كيف يعني أول من يعني لا بنجامين بوتوم يعني هقول لك لا 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 طبيعي حيوان عادي جدا دورة حياة طبيعية بس القدرة الغريبة عنده التي لا يمتلكها أحد سواه إلا ما يبدأ يشعر بالإجهاد والشيخوخة يبدأ يضعف ويكبر في السن بيعمل حاجة جبارة عملية تسمى ترانس ديفرنشيشن علميا يعني يعكس خلايا إلى الحالة الأصغر لا إله بيبدأ إلا يصغر الله. العكس لا إله إلا الله هذا الدول لو موجود الإنسان يشتريه بمليار دولار بالكعب مليار كلامك روع لأنه العلماء حاليا بدرسوا ما يحصل مع هذا القنديل بدرسوه علميا عشان يعرفوا هل ممكن نستفيد من اللي بيصير معاه صح بيبدأ لحاله عنده قدرة جبارة الله سبحانه وتعالى منحه إياها بيبدأ يصغر خلايا ليبدأ يرجع إلى مرحلة الزوائد اللحمية إنه صعد صغير زوائد لحمية صغيرة لما بدأ وكأنه سبحان الله وكأنها فراشة تعود إلى شرنقتها وتعود بيجي تبدأ تكبر سبحانك يا عفو الله ما أقوى تخيل عبدالله الإنسان عنده القدرة إنه يكبس كبسة فيرجع إلى مرحلة الطفولة لا إله إلا الله بس في بعض الناس ممكن يختارها أنا ما أقول لك إن عمري 70 ولا 80 بس محمد والله صراحة خطي أرجع 20 مرة ثانية 10 سنين ورا كلنا بصراحة نفسنا نرجع نعيش طفولتنا بس بعقلنا الحالي وتعدل الأخطاء اللي سويتها والهباب اللي سويتها روعة 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 وتعيش من دون هموم من دون مسؤوليات كنا أطفال نلعب ونلعب ليش أحس إني ما بروح الجيم ما بتعلم من الدرس ما هي هذه الفكرة رتم جسمي سيء والله هذه الفكرة أكيد بعض البشر يا عبد الله الآن من كتر ما أخذتهم الحياة وصارت سودة حياتهم نفسهم يكبسوا زر ويرجعوا الطفولة يا الله نرجع للطفولة روعة ولكن انتبه بعد الموت ما في زر روعة التويست اللي عملته خرافي عشقته والله يعني الإنسان بس يموت خلاص يكون في خاطره يرجع يصلي ركعتين يقول ما في أمل يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا روعة أنا وياك حبينا طيب يا أحمد إذا كان خالد ولا يموت ليش ما يتكاثر ويعبي الكرة الأرضية ويصير أكثر مخلوق موجود على الشط على سطح الكرة والله صراحة صح صح ولا لا إيه والله شو في حالات معينة مات حلو 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 فكين اللغز يموت أنا قاعد أفكر فيه هو صغير صح نعم إذا لو فعسته واحد من الأسباب السلام عليكم التعرض إلى ضرر بالغ مات رسميا عدو بروحه كبر تعرض ضرر بالغ يموت هاي ضرر بالغ ترى شوف ضرر البول خلاص بالنسبه له ضرر البول صحيح في حاله المشاعه جعان مش قادر ياكل كيف بده يجدد خلايا مش قادر ما في طاقه بيموت رسميا اذا حطيته في درجه حراره ماء اقل من 22 تحت الصفر سيليزيه بيموت بيتجمد بيقدرش يكمل حياته ويصغر ثلج صغير البحر كله ثلج يعني وعلى ذلك هو مش سوبرمان جبار لا يموت الى الابد
بس هو خارق، عنده قدرات خارقة مميزة عن غيره، ولكن ضمن ظروف معينة وهي كثيرة قد تتوفر في حياته. يعني تخيل حياته شلون تجي قاعد افكر. ابعد عن الضرر بس واخذ عني واخذ. ايوه ايوه خلاص ما بي مشاكل. انا بعيش بس انا بدي اكل ما بي مشاكل بدي اكل. المشكلة من حجمه صغير مسكين، بس بدي اكل. حطوني في درجة ماء صحيحة وابعدوا عني الضرر. بس هو من حجمه الصغير يعني اتخيل انا السمكة لما تمر مثلا او قرش معين، ما هو ما يبي ياكله وبس يتنفس راحته عينه كامله قبيله تنسحب لان صغير. انت اعطيت معلومه الشباب يروحون يقولونها في المجالس ويضحكون. يا جماعه جبت لكم حيوان ما يموت جامده تسعة بالتمام والكمال. انت على بالك التقييم ينزل مع محمد عدنان يرتفع فوق فوق. اعشقك محمد. احنا تكلمنا عن وايد صفات اليوم في الحيوانات. نعم تكلمنا عن اسرع حيوان واقوى معلومات كلها فيها جبروت. خل اخذك على العكس. ايش هو الكسل؟ الكسل الكوالا. حيوان الكسلان. الكسلان اسمه الكسلان. اسمه ادخل جوجل اكتب حيوان الكسلان تشوف شكله. نعم نعم صحيح. بعد من 15 الى 20 ساعه يقعد بدون ما يتحرك. ورب الكمش انا ورب الكمش انا لحظه مو بينام. افهمه صح. ما يتحرك قاعد ملل الحياه وقرف. كيف اضربني شوف رده فعله. يا يا عبد الله ليش بتلف علي بطيء؟ عبد الله وربي كان مش انا يا عبد الله. انا انسان مرح، انا انسان متفاعل، انا انسان اكستروفيرت، استمد طاقتي من البشر. هذا ما له اصحاب، بيلعبش مع حدا، فيش عنده جداول. عبد الله شو الملل هذا؟ ليش ضربتني؟ تو مستوعب، تو مستوعب الضربه. هذه حياته في الواقع. تخيل اسمع معاي معلومات مجنونه عن حيوان الكسلان. وللعلم ترى هو شبه اعمى، نظره ضعيف جدا، وقد يصل فيه الكسل انه ياجل البحث عن شريكه حياته. يعني تخيل يخلص موسم التزاوج يبدا يدور. ليش تاشر عليه؟ كل مره يا عبد الله كل سنه بتقول بدك تاجلها من موسم لموسم وتحط حدث. انا قلت بعد كاس العالم خلص كاس العالم للحين قاعد ادور. سيدي عبد الله اللي حبيته ورب الكعبه. ليش تحسه ثقيل؟ زاهد زاهد ورب الكعبه. عزيز نفس طبعا. ملوش نفس. لا هو يبين شي، هو يبين شي. مش عزيز نفس، ملوش نفس. جبار زاهد ورب الكعبه اخر همه. تكي نظره ضعيف. ما يقدر حتى يقز. ما يقدر ولازم لازم يروح يبحث ويقز. يعني ينظر يبصبص يبصبص. نعم هو لا هو لازم يتحرك لانه نظره ضعيف. فلازم يتحرك ويشوف يدور شريك هذا. محمد هو بطيء لدرجه اذا بيقطع الشارع يحتاج خمس دقائق. يا عفوًا خمس دقائق يقطع الشارع بس من بس الأبطأ على الإطلاق. بطيء 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 بطيء. كسلان كسلان ما له خلق ما له خاطر. دائما قاعد متكي ما يبي شيء من الدنيا. خلاص خلاص ما يبي شيء. ما تخيل هو بطيء وهي بطيئة أصلا. يعني لين يبحثون عن بعض. كل شيء بطيء. حتى التزاوج بطيء. ملل كل شيء بطيء. ملل ملل كل شيء ملل. كل شيء بطيء. ملل. شفت منظر كيف حيوان الكسلان كيف منظره؟ نعم نعم ترى منظره مرعب. ركز على شكله كيف. مخالبه طويله. اي صح صح مخالبه هكو. مخالبه طويله ونحيف وشكله غريب. ايديه طوال. تخيل لو ربنا خلقه سريع ومش كسلان. ورب الكعبه لا يكون من اكثر الحيوانات المرعبه في الحياه. لحظه وولفرين والله. ورب الكعبه اكس من وول. انتوا شايفين ابتسامته كيف؟ ابتسامته هو بطيء كيوت. بس تخيل ابتسامته لو كان سريع مع مخالبه وإجا والله صح حتكون ابتسامته ابتسامة واحد شرير. ايوه ايوه غريب. واحد لئيم بده يأذيك وهو مبتسم وبس. مو هو بس اللي كسول. جهاز الهضمي كسول. تكفى كيف يعني؟ يعني لما ياكل ورقه 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 من نبات ورقه طيب يحتاج 30 يوم عشان يهضمها ببطنه. الانسان الطبيعي كم من 12 ل 48 ساعه تقريبا. الاخ ياخذ 30 يوم جهاز الهضمي. يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تدري ان اوقات ممكن يموت من الجوع وبطنه ممتلي؟ ليش طيب؟ لانه يروح مره واحده الحمام في الاسبوع. شو بيمنعه طيب؟ شو بيمنعه يسويه في اي مكان؟ الكسل. هو الحين فوق الاشياره لما ينزل عشان يقضي حاجته يخسر ثلث وزنه. ولشو مجمع هذا؟ الروحه واحده. الروحه واحده يخلص ما يرجع فوق لين كل شيء ينزل عقب يروح فوق شوي اخف. يا ماي طبعا بعد بطيء. بديش اكون صاحبه. ما بدي اكون صاحبه ولا بدي التقي فيه. مش حابه بصراحه. مش حابه انا هذه الحيوانات. ما حبيته. حبيت الطائر هذاك بس هذا ما حبيته بصراحه. ما حبيته الكسلان. بدي اعطيه 8.8 الكسلان. مش حابه كثير. حلو انت ابدعت بس انا مش حابه كثير. يعني حوت العنبر انا كنت حابه. يعني ما بحبه ابدا والله. ولا حابين نلتقي فيه لكن اعطيتك شيء. راسه ضخم. مالك كسلان مالك. شوف يا عبد الله حكي لك الان معلومه عن حيوانات تمارس سلوكيات بشريه. لا ما بصير يا محمد. شو هذا الكلام؟ خطا على بالك. القرد. العنوان حلو. القرد مثلا صراحه لن اذكره. اسمع الحيوانات لاول مره تسمع عنها. مثلا الببغاء يا عبد الله. الببغاء صح
الببغاء بيتكلم صح بيتكلم ببغاء صح. وين المفاجأة في الموضوع؟ هل تعدي المعلومات لهالدرجة بسيطة اللي احكي لك انه الببغاء يتحدث؟ الببغاء يتحدث كلنا بنعرف، ابني تيمي بيعرف طبعًا. بنتي ايليا بتعرف انه الببغاء يتحدث. اكتشف العلماء يا عبد الله انه الببغاء يصدر صافرات وزقزقات بترددات مختلفة كل ما يتعامل مع اطفاله، يعني بمعنى اخر كل طفل بيناديه بصوت وتردد مختلف. والمصيبه وين؟ وكانها اسماء، وكانها اسماء ورب الكعبه. والمصيبه وين؟ انه فعلا لما يطلع صوت مختلف بيرد عليه ببغاء من الاطفال مختلف، يعني كل واحد من الاطفال له اسم مختلف. تخيل؟ الحين فهمت. هذا واحد منهم. اوكي. هذا سعد. محمد. اسماعيل. لا نورة ذي لا تسمي. خذ هذه كمان جديد على الاخر. روح. هل تعلم يا عبد الله انه الفيلة عندها طقوس جنائزية خاصة بها؟ ايوه عزا. طبعا تعظم شعائر الموت، فإذا مات أحد الفيلة اوكي تجتمع القطيع كله، بيجتمع القطيع كله ويربطوا على هذه الجثة بخراطيمهم. بدعوه رسميا، بس يضربوه بالخرطوم رسميا، توديع جنازه رسميا. شوهدوا الفيلة يا عبد الله وهم يراقبوا جنائز البشر، بس ما بيطلعوا ولا صوت، بيحترموا شعائر التوديع. أوكي. الجنائز بيطلعوا من بعيد بصمت ويعظموا هذه الشعائر. ولاحظوا كذلك في الاحترام، احنا عندنا بشر في العزاء ضحك وكركره. تو دش العزاء شلون مات؟ شلون مات؟ شلون كان الحادث؟ فعلا يا عبد الله في ناس في اثناء الجنازه، فاتمنى ان الناس تعلموا من الفيله. كمل. هذا بالنسبه للفيله. تعال انا احكي لك عن سلوك بشري عند النمل. بالنسبه للنمل يا عبد الله بيشبه الانسان على الاخر. الانسان مش بزرع محاصيل عشان يطلعها وياكل منها ويبيعها وما الى ذلك. صحيح. والنمل نفس الشيء، بزرع محاصيل فطر، نوع خاص من الفطر هم بيزرعوه، يزرعها هو، بيزرع هو يزرع، بيزرع البذر وبتكبر البذر وبتصير فطره وبياكلوه. مش بس هيك، احنا البشر شو بنعمل؟ عندنا مزارع للابقار والخراف عشان ناكلها كذلك، صح ولا لا؟ صح طبعا. وهم نفس الشيء بيزرعوا مزارع خاصه لايش؟ حشرات، نوع من حشرات اسمه الافلز، بيحفظوه في مكان معين وبعد ذلك بياكلوا منه وبيوزعوا على بعضهم. روعه روعه حياتهم. والله العظيم النمل مثال مجتمع. مثال ناجح للتيم ورك. احسن طبعا. والله العظيم بالعكس، مع انه بدون عقل ومع ذلك احيانا تجده منظم اكثر من الانسان. التيم ورك، العمل الجماعي. والله انك بدعت. نعم انت بدعت في عنوان المعلومه. شو طرى عليك؟ انا ما طرى علي، وانا سرت ما طرى علي. حيوانات ما طرى علي. حيوانات تقوم بسلوكيات بشريه. سلم علي. 8.6. شكرا لك، بارك الله فيك. اسمع المعلومة هذه محمد. شفت في بابجي شلون في لبس حشيش؟ عشان ينخشون بين الحشيش وبين الزرع عشان ما حد يشوفه مثلا. حيلة من الحيل. بابجي حيلة من الحيل. حيلة من الحيل في بابجي اللي فيها باقة صوتية يعني. اسفني يا ضعيف. والله انك بدعت. عندك الحرباء. الحرباء اللي تتلون. نعم. لما تروح وتلمس شيء اخضر يصير لونها اخضر، يبي لها شوية وقت. معلومتي يا محمد عن الاخطبوط المقلد. تكفى اسمع شنو يسوي. اذا الحرب تلون وتسوي فهي ليفل 2 وهو رب الكعبه ليفل 100. اسمع شو يسوي. شو بيعمل؟ اسمع، مو طبيعي. العلماء اطلقوا عليه لقب عبقري التنكر. الحرباء شلون تتغير؟ تغير لونها. ها ركز، شو مسكت انا؟ اوكي صرت ازرق. هاي الحرباء تغير لونها بس. طيب الاخطبوط المقلد شو يسوي يا محمد؟ لا لا صح. يغير لونه، يغير شكله، لا 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 لا. يغير طبعه، يغير حجمه. لا لا مستحيل هذا الكلام. طبيعي، تقليد فاخر. لا تقول لي انا اقلد الناس. يتبدل. كيف يغير صفاته؟ يقدر يتحول الى سمكه، سمكه صغيره. كيف صغيره؟ كيف وين راح 60 سنتي؟ يغير في حجمه. اقول لك مو بس سمكه صغيره، ثعبان مائي. ايش دخل طويل؟ يتمدد. ايش دخل طويل؟ زئبقي شكله. مش متخيل. وما يتحول بس الى اشكال حيوانات ثانيه. يتحول الى صخره. شكل الصخره بالضبط. صلب على حسب الاجواء اللي صلب. عنده صلب قاسي اضرب بجري. لا لا مو بشرط انه يكون صلب، شكل بس. عشان يكون مكار. هو على حسب احتياجاته. يعني اذا حس ان الوضع خطر شوي يتحول الى سمكه الفلات فيش. هاي سمكه فيها سم، سامة. سمكة سامة. يتحول الى شكل الاخر يخافون يبعدون. خلاص يتمشى هو على ذاك الشكل، فما حد يقرب منه. واذا كان يبي ياكل، شو ياكل هو عاد؟ جمبري جو الربيان دائما يشرب جو. يحط هذه هني ويتحول شنو؟ صخرة. المرجان، صخرة المرجان عرفتها هذه؟ الربيان يحب يروح صوبها. مسكين الربيان. انا والله صخرة. مش عارف شو بيستنى. اخطبوط المقلد. جبار. عبقري التنكر. هذا بسرعه نفسي المسه، هيك احط اصبعي عليه. عبد الله عم بتحول هيك روعه، اسم منظر اشوف كيف اصبعي بلف معه، كيف بصير شكله روعه اقسم بالله. اذا تخيل يتحول محمد عدنان بيقدر؟ في البحر كاس العالم ملل كوره يكون هو مش انا؟ هو يا عم ايش يحلل؟ ليش يتكلم؟ مش متحدث، مش لبق، ما عندي لغه عربيه فصحى، مش سريع في الحكي. رسميا ملل البحر. زين محمد ايش كثر ياخذ وقت لما يقلد يعني مثلا؟ اكيد بده وقت، يعني الحرباب تاخذ وقت لتحول. تاخذ كم من ثانيه على الاقل. لمح البصر مستحيل هذا الكلام، ولا هذا حيوان خارق؟ مش عادي. هو حيوان خارق. مش عادي، مش طبيعي. هو عبقري التنكر. بديش، مش طبيعي، مش منطقي. هو حيوان المفضل صار في البحر ورب الكعبة. صار في البحر حيوان المفضل. لأنه أنت في الحياة بتحب تقلد. أحب أقلد. أحب أتقمص شخصيات. صح، لاحظت أنت في الحياة عشان هيك أنت حاب. طبعا هالشيء أكثر في الحياة الواقعية بين الربع، لأن للأسف اكتشفت أنا في السوشيال ميديا لما أقلد في ناس يزعلون. شوف، في حيوانات يقول لك مثلا جسمه صلب، ما حد يقدر يذبحها، ما حد يقدر صح؟ لكن في حيوانات
ينقذ نفسه بس بذكاء، لازم يصير وايد ذكي. لما يهجم عليه حيوان كبير ممكن يقلد انه هو حيوان وايد صغير فما يبين. لما يهجم عليه حيوان يخاف من السم يتحول الى السمكه السامه. روع. سلم علي. 9 بالضبط يا عبد الله. خرافي والله. ضبوط مقلد يقلد مش طبيعي. شو هذا؟ مح عجيب. اسمع يا عبد الله، عن مخلوق جبار بدرع منيع، مخلوق يا عبد الله قادر انه يحمل اشياء اثقل منه بالاف المرات يحملها. تركت تخيل انا بتكلم عن دبابه بطل انمي؟ ايش 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 مثلا مخلوق؟ لا لحظه شوي انا اسف. بس لان النمل تشيل اكثر من اوزانها. بس الاف المرات. ها؟ بس الاف المرات. الاف المرات يا عبد الله. كل هذا انا حكيته يا عبد الله. ايه. ورب الكعبه انها خنفساء. ايه؟ خنفساء؟ خنفسانه. خنفساء. طولها لا يتعدى 2 سنتيمتر فقط ورب الكعبه، يعني هالقد يا عبد الله بس. اوكي. ولكن يا عبد الله اسمها الخنفساء الشيطانيه. تخيل اسم اسم لا يليق، اسم بهذا العنف والجبروت على خنفساء. الخنفساء الشيطانيه. حسيت روحك باقي الحشرات. لا تصلون لا تصلون لا تصلون. خنفساء ولا خنفسانه؟ خلينا نتفق عشان ما نتهاوش. لا هي باللغه العربيه خنفساء. قول والله. والله الخنفساء باللغه العربيه. هي اللهجه العاميه، اللهجه العاميه بتقول هيك. اوكي. هذه الخنفساء يا عبد الله عندها درع يشبه الحجر. جبارة، حجر صلب جدا من فوق. طبعا ولذلك مش انا قلت لك انها بتحمل اشياء اضعاف وزنها؟ ايوه. العلماء قاسوها يا عبد الله، بقول لك انها بتستطيع تتحمل ضغط فوقها بقوه 149 نيوتن. لا ما بتعرف نيوتن، ما انت تتفلسف شطه. انا هشرح لك الان. تعرف شو يعني يا عبد الله 149 نيوتن؟ يعني كانها بتقدر تتحمل ضغط وزن عليها 39,000 مره ضعف وزنها هي. تقدر تحمل على ظهرها باختصار شديد 15 كيلو. محمد. لا لا وربك. محمد. الرقم مرعب. يعني انا اشيل وش برج خليفه؟ اعطيك مثال. احسنت والله، اعطيك مثال. يلا. قياس عليها وكان انسان وقف عليه مكوكين فضائيين وما صار فيه شيء. جبار. يعني المبالغه اللي انا قلتها عن برج خليفه يعني شبه واقعيه. شبه واقعيه، شبه واقعيه. حط علي انا مكوكين فضائيين بحملهم. حط عبد الله، حط واحد هون. هات واحد. حط الثاني. جبار ورب الكعبة عنيف، لا أشعر بشيء. وهذه الخنفسانة الشيطانية يا عبد الله. سبحان الله يا محمد. يا أخي والله العظيم، يعني شوف مو بس البشر، حتى الحيوانات الله خذ منهم وعطى. تلقى اللي عطاه شوية ذكاء وخذ منه قوة، وتلقى اللي عطاه القوة وشل منه الذكاء. ولذلك لله في خلقه شؤون قطعا. المعلومة روعة يا محمد. وأنا متأكد أنها أروع بالصور والفيديوهات. طبعا. تسع بالتمام والكمال للخنفسانة الشيطانية. وإن شاء الله أنكم استمتعتوا كالعادة في الحلقة الأولى من الموسم الرابع. حلقة بصراحة ممتعة وسريعة وخفيفة وفيها شيء كثير من الكوميديا والضحك. ونتمنى دائما أنكم في الكومنتات تحطوا لنا اقتراحات لحلقات مستقبلية. وعلى ذلك الآن بقي أن نشوف مين فاز بالتقييم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيني التقييم. شكرا يا عبد الله. شكرا يا عبد الله. لا يعني عالم الحيوان من بفوز فيه. ايش؟ لايك وشير وسبسكرايب وانشروا الحلقه بين اصحابكم على الاخر. ورجاء لا تنسون تويتر، ترى جمهور ثاني محتاج انه يعرف تحدي المعلومات. شاركنا بهاشتاج تحدي المعلومات واكتب كل شيء تبي، ميمز، معلومات غريبه، اللي تبي اللي تبي، قول رايك في الحلقه. ولا تنسى انك تروح الانستغرام وتحط لنا معلومه عن الحيوانات انا ومحمد ما قلناها اليوم عشان يتم السحب وتفوز ب $1000. انتظرونا الحلقه الجايه. لا في كلمه وحشتني قولها. تكفى. ايش هي؟ تحت اي ارض، تحت اي ارض. تحت اي قولها. وجلست وصلت. وهذه ال $1000 توصلك وين ما كنت، فوق اي ارض وتحت اي سماء. احب هذه روعه. احبها. قلنا نراكم على خير. سلام. وبشكل على عالم على عالم على عالم الحيوان المنتشر، يمكن نعمل لهم حلقه على عالم الحيوان الكبير على عالم الحيوان الكبير الجبار. المهم انه من وجهه نظري انه اشجع حيوان في العالم وافسد حيوان في العالم. باقي باقي يشرب ويلعب خمر. باقي اسمع، باقي يشرب ويلعب خمر.